بالنسبه لهاد القرارات اللي اتخذت من طرف الدوله هي قرارات صائبه وكلها كتصب في مصلحه المواطن، ولكن كاينين مسائل هي ثانويه واستعجاليه في نفس الوقت، هي مراعاه لذاك المواطن البسيط، لان ربما غادي يمشيو للمواطن او يمشيو للانسان اللي خدام مثلا دارته في قهوه او مسائل بهذا. كاين الادارات اللي ما كتقومش باجراء التعقيم حتى في المكاتب، فهمتي؟ مثلا واش الانسان اللي غادي يدير الموجبين غادي يعقم المكاتب؟ واش حنا ندخلوا نجلسوا في المكاتب معقمة باش حتى تمحي غير البواني بالموجافيل مثلا؟ خص التعقيم، خص تنضرب على مصلحه المواطن هو الاول، الحياتيه الممارسه هي الحياه، لاننا حنا واجب باش ندوا واحد الواجب اللي علينا على، ولكن واجب على الناس القيمين على هذه الادارات، فهمتي؟ باش يقوموا بالواجب ديالهم على وجه على الوجه الكامل. اما بخلال ما شفت انا وهاد الاجواء اللي كنشوفها انا وخرج دابا، انا عجيت تقريبا، انا ماشي دابا كونجي انا ما خدامش، ولكن الاجواء اللي كنشوف على ان الناس عاديه، ولكن غير الناس اللي تيحتكروا والناس اللي كيخرجوا للمجال المضاربه في السلع والمضاربه في التموينات ويزيدوا في السلع، خص الناس اللي هما قيمين في هذا المجال يقوموا بالواجب ديالهم على وجه الكمال، وخص الناس المواطنين غير يتطوعوا باخبار السلطات فين ما شافوا شي خلل، بلا اننا خصنا نتكاتفوا كاملين وتكون يد وحده وراء سيدنا جلاله الملك. نصر الله اخويا. هاد البلاغات اللي كيجيو ديال وزاره الصحه وداك الشيء وديال الداخليه وداك الشيء كيشوفوا بعين الاعتبار ديال وزاره السياحه وزاره هذا، ولكن حنا عاود كاينين الناس اللي ما خدامه ما والوهم اليوم العمل اليومي وداك الشيء، تيخلص شويه ديال الضوء والماء وتابع المصاريف وداك الشيء ما عندوش، نهار يخدم نهار ما يخدمش، خصهم يشوفوا بعين الاعتبار ياخذوا لهاد الناس هادو مع الله يشوفوا لهم شي حل ولا شي حاجه. كاين دابا راه بنادم اللي راه جالس ما عندوش كاع حتى القوت اليومي ما ياكل، وعادي يزيد دابا راه الشهر عزيز يخلص الضوء والماء، وهذا يكونوا شي اعفاءات بعدا على الاقل ولا شي حاجه واحد الكوتيزاتور باش كما الله يطلعوا له شويه من المورال باش ماشي احباط. اما هاد الحاله راه حنا فيها عامه، ناخذوا مثال بحال الدول كاين بعض الدول الاوروبيه ولا هذا راه اللي خدات بعين الاعتبار. اما السياحه راه فعلا انت هي مضروره وانت هي تاخذ بعين الاعتبار ديال الناس اللي خدامين وقطاع عاز وتا هو كيساهم في الاقتصاد ديال الدوله، ولكن عاود حنا عاود راه مضرورين الناس اللي ما خدامين ما والو جالسين وهذا وكيخلصوا تبعهم المصاريف. انا كنقول اخويا البلاغات محله اللي علينا حنا كنديروه، والدوله عاوتاني خصها تتحمل المسؤوليه ديالها، لان حنا كناس حنا كنخدموا بنهارنا يعني جار الله، حنا كوا كان دابا حاليا عندنا ما ناكلو ما نخرجوش نخدموا بكل صراحه. الاغلبيه فينا احنا مرض بلا كورونا، يعني فينا امراض اخرى والله يشافي الجميع، وكنتمناو من الله نخرجوا من هذه الازمه هذه بسلام، وما نبغيوش غير هذه الدوله هذه العزيزه انها باش تقاس ولا يتقاس شي واحد كيف ما بغى يكون نوعه، كان مسلم ولا من غير مسلم، غير هو كل واحد كياخذ الموقع ديالو، كل واحد كياخذ المسؤوليه ديالو، الله يستر عليكم. هذا هو غير كاينه قضيه، سمعنا سيدنا عطاها واحد المبلغ مالي دفعوا هذا، قال لك يمكن المقدمين راه فيهم شويه ديال الدخول والخروج ولا ضرر، ما كيفرقوش داك الشيء هو هذاك. إذا كان هذا خصهم الداخليه تحمل مسؤوليتها، عارفين الشيافر شحال كاينين، عارفين البنايه شحال عندنا، عارفين كل قطاع كيعرفوا شنو فيه، اذا عارفين الناس شنو عندهم، وهما عاوتاني هما كي قال هذاك هما وقلبهم يعني يديروا الدم على قلبهم، راه اللي ضراتهم كضرنا حتى حنايا. والسلام عليكم. السلام عليكم. كان نوب على الاخ ديالي كنكمل عليه الكلمه، حنا كنشكروا سيدنا على المبادره اللي دار، وكنشكروا الناس المسؤولين، وعلى اي جامع خصهم ينتمي الناس الفقراء الضعفاء على اقل المكاين، منهم الناس الهجالات، الناس اللي كاريين، الناس اللي هذا، راه كنطلبوا من سيدنا يعاونونا على الموضوع، على الموضوع حنا ما كنلقاوش دابا حاليا، دابا حنا كنتشاطوا واش نخلصوا ولا ما نخلصوش، كنخرجوا ما دابا حاليا انا الاصدقاء الناس اللي يهضروا دابا خدامين في الطاكسيات، انا خدام مسير مقا حابسين، دابا كنطلبوا من سيدنا ومن المسؤولين الكبار ينتمي لينا ونشوفوا بعين الانتظار لقلبنا ولقلبهم اجمعين، كنشكرهم ونشوفوا لنا في الحاله ديالنا، وحنا ربي اللي عالم بينا.
يحاولوا ما امكنتش ديال الموضوع واللي في بالنسبه للتلاميذ باش يقراوا ويكملوا الدراسه ديالهم. كنشكرهم جميعا المسؤولين الكبار اللي عندهم شي حاجه باش يعاونوا هاد المواطنين ديالهم يعاونوهم. حنا كنشكروا الجميع وكنساندوا كاملا مع هاد المرض هذا، وربي يجاوز علينا هاد المرض ويسمح لنا اجمعين، وكندعوا الله وهذا امتحان من الله.